محلى قدك محلى قدك. واليوم في محلى قدك باش نحكيو على كلكوز استوس نتاع اللبسه يعطيو لامبرسيون اللي طفله اطول، دونك سورتو للبنات القصيرات شويه هذايا باش يعاونهم انهم يظهروا اطول وازين. يعني من الغشه ماكش خارجه تو انت؟ اي دبر علينا. اوكي غشونا احنا هك، غشنا فليس من احنا هك، مش غشه وما غشاشون ونحن بكم شالقون. مش غشه هذايا حاجه باش نزينونا باش تتمنى نقعدوا مزينين في عينيكم. صحيت شكون ما ولينا احنا بيان سور اللي مش ليكم انتم لينا احنا شكون زينوا القطاطس لرواحنا مسكين انت. باهي يا سيدي مانيش باش نجاوبك وباش نبدا نخدم على روحي. نبداو بالالوان ماذا بيكم؟ دونك الالوان تكون غامقه وتبعد على الالوان الفاتحه برشا. اذا كان لابسه فيها فيست والا سروال لازم تختار الوان قراب لبعضهم باش ما يظهروش اون فيت البدن اقرب. والقماش توا الالوان الغامقه الطوله اي الالوان الغامقه تطول والضعف وضعف زاده جستمون خاطر الالوان الغامقه الضعف دونك تظهر اطول. القماش زاده كيف ما يكونش خشين برشا نختاروا قماش شويه خاطر كي نلبسوا الصوف والحاجات هذوكم يظهرونا اعرض دونك ايفيتي. واذا كان باش تشريوا لابسه ريي ماذا بكم تختاروا لي غيور يكونوا بطول مش بالعرض خاطر بالعرض يعطيو لامبرسيون اللي احنا اعرض كيف دونك. بالنسبه لطول الفيست باش نمشيو للي فيست دو بريفيرونس ما تكونش لا طويله برشا لا قصيره برشا يعني تكون جوست مع التاي نتاع السروال والا نتاع الجوب اسمع سنه جوست تفوت شويه بيه دو بريفيرونس كيما قلت لكم ما تكونش طويله ولا قصيره برشا تكون متوسطه. بالنسبه للي فيست يكونوا سامبل ما فيهمش برشا تريزه وما فيهمش برشا ديتايت معناها كل الالوان برشا زاده كيف يعطيونا بريسيون اللي احنا اسمن شويه اذا كان اسمع سنه فوالا والله نخدم فيها وتفكر سنه وش سنه اقصر وحده في الاستوديو راكم كلكم قاعدين تغزروا الحميده جوست خاطر مغطي عليها الكونسول. والحاجه باهية فيك انت وحميدة ما شاء الله طولكم نعناعي وزوز لابسين بالالوان الغامقة يسمعوا في كلامي هذاك دونك. بالنسبة للي بصحته شوية تحاول تختار لبسة قدها قد لا اوسع لا اضيق دونك هذيك باش الظهر اذا كان اوسع باش ظهرك اسمن برشا واذا كان اضيق باش تولي الظهر لي ديفو اللي موجودين. نجيو للسريول واللي جوب ديما كيف ما تجي دونك تختار خذ تايت بالضبط ابعد على لي موديل الواسعين والا اللارج تنجم تختار لي موديل سليم والا لي موديل اللي خارجين توا كيما البونتاش في فما زاد لي جين بوي فراند كنا حكينا عليهم مقبل هكا يبداو واسعين شويتونه. اما اذا كان باش تختاروا ستيل هذايا دونك البسوا معاه صبابط عاليين شويه. البنات دونك اللي يحبوا لي جوب ولا روب الطويل الماكسي اللي خارجين السنه دو بريفيرونس ياخذوهم ماشيين قد مع البدن معناها ما ياخذوهمش لارج والا زاده ما فيهمش دي بوش والا جياب باش ما يزيدوش يعرضوا البدن. سينو لي بتيت روب ولي ميني جوب يخرجوا برشا على البنايات اللي بصحتهم شويه والا اللي ماهمش طويل برشا. بالنسبه للاكسسوار نجيو للاكسسوار ما لازمناش ناخذوا حاجه شارجي برشا ولا حاجه كبيره برشا باش تظهر الرقبه طويله خاطر كي تبدا معناها ماكش طويل برشا ورقبتك مش طويله برشا وتزيد تشارجيها بكوليه فيه برشا دي ديتاي وبرشا معناها فصوص وحاجات تظهر الرقبه اقصر دونك تولي مش حلوه بالنسبه للبنات اللي رقبتهم قصيره حتى البنات الطويله اللي رقبتهم قصيره كيف اني معناها. بالنسبه دونك اخر حاجه باش نحكيو فيها هما اسبابت دو بريفيرونس نلبسوا لي تالون واللي ما يحبش يلبس كنهار لي تالون يقلقوه شويه فما لي تالون اللي يمشيو قد الباتو الحاجه هذوكم يساعدوا برشا ولا تريز على مود كيما قلت لكم. اخر حاجه باش نحكي عليها لي ساكاما ماذا بينا نختاروا لي ساكاما صغيرات مش الكبار يمشيو اون فيت مع الحجم فوالا الحجم نتاع البدن نتاع الطفله باش ما تظهرش فما هكا ديزيكيليبر في اللبسه ولا في البدن فوالا هذا هو ديزاسوس صغيرات حلوين ومهمش كيما قال عماد معناها غشه جست باش يظهروك احلى وافين وكهو. صاحبي عماد شقولك؟ اي شو نقول لهم؟ اسمعوا كلام منال حاولوا باش تزينوا واعملوا جهدكم وانا وائل بعد تو نختاروا كاين عجبنا ما عجبناش اخويا سكتوا حر في التعليق نتاعو سي عماد يعطينا سيدي الموسيقى محلى قدك محلى قدك اسمه مزيان.